أنا مش هرجع للشقة تاني. ناوي على إيه يا زين؟ ناوي أجيب آخرها وأرجع حق اللي راح. لما نفتح المقبرة تجيب بقية فلوسنا وتاخد حاجتك من سكات. أنت لازم تفرج الحتة، أبوي كلها كام يوم وطالع. أنا مش همشي من حتة أنا الكبير فيها يا نايل. حقك وهتاخده، بس أنا حقي مش ناسيه. ولا أنا ناسيه، ده أنا مستنيه على حر ما الجمر. على بركة الله. زين الظاهر إن حقي مش أنا اللي هخلصه منك يا عزوز. جالك الموت يا تارك الصلاة. والعتبة اللي هتحط يافطة بابا المجال هي بس اللي هينزل لها بضاعة، وهي اليافطة بتتعلم. مش قلت ان انت ما بتاكلش حرام؟ ليش انا غيرت رأيي وقلت ادوق حتة؟ عارفين طريق الباب ولا وصلكم؟ اي اوامر تانية يا معلم زين؟ عيش يا دعبس، وقفتلك كم راجل على كل محل لحين ما نفتح ونجرد. ده انا هنعمل ايه في زين اللي طلع في يوم وليلة ده؟ زين حسابه معايا تقل، نخلص من المزاد والاثار بعدين نقول على روح الرحمن الرحيم. امشي من هنا يا زين، النار قدت وهتاكلنا كلنا. امشي اروح فين يا اما؟ واسيبك؟ مالكش دعوه بيا. دلوقتي زين هيقول لي على كل اللي في راسه، وانا هبخ في ودانه اللي يخوفه واللي يخليه يمشي من هنا. لازم في كل حرب يبقى لك جاسوس. زنار دابس. اوامر دابس وراهم. اوامر. ده انا اسفه، انا اسفه والله العظيم، انا ما كانش قصدي. خلاص ولا يهمك. طب ايه اللي على السويت شيرت؟ انا هغسله. لا لا مش لازم، ما تشغليش بالك. اللي احنا اتفقنا عليه. شكرا يا ريس. اللي صان سلطان واللي خان هيتهان. والديابة مش هيسكت. اللي هيجي على سكتي مش هيكملها. اعتبرتك طير ربيته وطار. انا اللي ضيعني بالقصد ما يلاقينيش صدفة. اللي خلتني أعيش طيب راحت خلاص. أنا الخوف مني مش عليا. سلوات زينهم طلع العمارة بقاله ساعتين ولسه ما نزلش، وفرج الحافة قطره. من مين اللي سرقه؟ أنا اللي خدت الذهب يا ابني. هيقول تعملها لك مفاجأة بابا. مين ده يا بنت؟ بابا ثواني بس هفهم. مين ده يا بنت؟ وانت فاهم غلط. مين ده يا بنت؟ بابا دهب بحطت ايدي من يوميها ما مدتش ايدي عليه، الا لو ايد غريبة تانية مدت ايدها عليه وسرقته. بالضفاء والبنين. شكرا جدا. بص بقولك لو فرجتي ايه؟ لو هتجيب سيرة لأمي والنبي. مال ابويا فين يا جدي؟ مال ابوك حرام يا زين؟ مال ابويا فين يا جدي؟ الله 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 الله. سلام يا جستاني. اخت فرج دي الدنيا صغيره قوي يا جدعان. ربنا يتمم بخير. طب والتركه بعد موت زينهم الله يرحمه يعني مش هتتقسم على مراسي ودينا بنت اختك؟ حتى مراسي تعيش انت. الله، ده التليفون بتاع زاهر الله يرحمه. يعني ايه هتقتلهم؟ حصل وبيحصل وهيحصل. حتى امك؟ عايزك تروح على محل موبايلات يكون تحت سيطرتك، تاخد التليفون ده وتقف على دماغه لغايه ما يصلحه. الرايتي يصلحه يا واطي يا واطي. خلفك وربيتي، خلف يا لسم التربية وسخ. دست المخدرات لضيع بس عشان تمسك مكانه وتقبل فتاوة، والسر ده بقى تقيل على قلبي أوي يا أخي. بتفوتك يا هيمة. لو ما تغديناش بيهم هيتعشوا بينا. حتى أنت يا مراسي. معلم فلوس ناهية، لو وصلت للمزاد هقطع عيشك من حرة تاما، مش عيشك بس. أنا هسبق على المزاد دلوقتي، مفيش وقت، وأنت ما تتحركش من هنا. ما تتحركش يا غزال غير لما الرجاله يجي ويحاموا على مال الناس. واعي؟
نبدأ المزاد على سيارات حوادث التأمين وعددها 300 سيارة بها توالف مختلفة. ولد عم نتأخر وخفت روح علينا المزاد بولتاجي. إن شاء الله مسطورة تقلقيش. ألو. المليون معلم عزوز حد يزود. البس يا معلم. يا رب يبقى مقاسك. اللي ليه سرعة المعلمة ناهية يجيبهولي وياخد بيه بضاعة وانا هصطفل معاها. مشكلتك يا عزوز انك شايفني عدوك، مشكلتي اني مش شايفك اصلا. ايه ده وانتوا كنتوا فين والبضاعة راحت فين؟ ده جوزوا بنت سلامة دينا لزينهم ابنك، وطبعا انت عارفة ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيموتوا الواد ويخلصوا منه ويورثوه. ومش عشان واحد قلب بنتي اهم طولت. لا لا بنت ابوك الراجل ده ما يرجعش الصيد. واه 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 يرجع جثة من غير يعني. انا طاري مع عزوز الكلب. نقرا الفاتحه على عيله الديب يا اخويا، نتنعم انا وانت بالنعيم والملايين. انا عايزك انت ورجاله الصعيد اللي معاك تركبوا السطوح وتسيطروا عليه عشان العركه جايه. ومارس عرفت من ايه؟ انا اللي قلت ووريتها فيديو صوت وصوره وشافت قسمه الجواز وكل حاجه. هدي الديابه فرصه اخيره يخلصوا على بعض. لو ما خلصوش اخلص انا واشفي غليلي. المقبره فتحت. بتتكلم جد يا وش الصعب؟ مليانه ذهب وقطع وتماثيل وحاجه. حلاوتك يا شاشة حلاوتك. مفيش هاموشه تخرج الا بامري او بامر الحكومه. اهلا بالنانوس. امي فين يا فرج؟ أمك نزلت وسابت لك الشوربة اللي بتحبها. رايحة فين يا مراسي؟ رايحة فين يا أختي؟ قلبي واكلني على فرج، اتأخر قوي، هروح أعز عليه وأرجع. أنت طيب أوازنهم. ودنيتنا اللي مالهاش مكان للي زيك. بص على الفيديو ده. بص وأنت تعرف الحقيقة. هو عزوز. بدلي بتتقطع يا ابني، بدلي بتتقطع يا بشرتي يا بشرتي كده. ما يفضلش غير الطار اللي بيني وبينك يا عزوز. من بكره الصبح نبدا نلعب في عداد عمرك. ابوكي يا ابن بيتك يا مرادي، ابوكي يا ابن بيتك يا مرادي. العب الفيت كده. مفيش حاجه اسمها نصيب وخال، اسمها حسنه نفحه. أنا اللي حفرت وشقيت. شعبين يا روحهم. اللي ياكل الحرام الحرام ياكله. يا حج حج رجع حج رجع. مش قلت مش بتحب العرقسوس؟ أشربه من ريحة أمي بقى. الله يرحمه الله يرحمه، في الجنة ونعيم يا رب.